السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد جولة جديدة. ان شاء الله نديرو جولة في بولفار وصلنا دابا للسوق ديال المسيرة. السوق ديال سي عمار الجوقية، نقولو ليه الجوقية، كيما يجي يقول ليه القايشة. علينا ندير لنا مقاطعة بحال من عشرين مجموعة ثلاثة. الأجواء ديال رمضان، الطاكسيات ولا شي هرب واحد اللي في الحال فين سدود حنا ندوزو عليه. أنا بغيت تطلع للغابة الخضراء مكانش اللي كيدوز معاها. هذه اللي هي نقطة السوداء فيها الصوت ديال التراوما. هذا هو احسن تعبير لو بغيتي دير التراوما في بلاصه شعبيه. واحد المجموعة زوج هذا شوح على خلاص الطاقة تدير الخيرية. الخيرية راه معروفة هي بالحوايج تدير فيها داك الشي ديالها الدجاج والتلفازات. الجولة ديالنا انتهت هنا. كيف الناس كان عجباتكم الله يعاونكم.